بسم الله. تمارين حول درس الإحصاء لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 2 يعطينا الكشف التالي: عدد السنوات التي قضاها 20 تلميذا في إحدى الإعداديات قبل الالتحاق بالثانوي. أصغر أنشئ جدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة. بصغر أحسب التردد الموافق لقيمة الميزة 4. صغر أحسب النسبة المئوية للتلاميذ الذين قضوا 4 سنوات أو أكثر في الإعدادي. صغر أحسب المعدل الحسابي. يلا أنقل التمرين في دفترك ثم أنجزه. سنلتقي بعد لحظات لتصحيحه معا. يلا سأنتظرك. يلا نبدأ الجواب. لننشئ جدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة. إذا الجدول هو هذا. إذا بداية هنا غادي نضع عدد السنوات أو قيم الميزة. هو قيم الميزة. عندنا التلامذة اللي قضوا 3 سنوات، وعندنا التلامذة اللي قضوا 4 سنوات، وعندنا التلامذة اللي قضوا 5 سنوات في الإعدادي. نشوفوا عدد التلاميذ أو الحصيص. بالنسبة للتلامذة اللي قضوا 3 سنوات في الإعدادي عددهم 12. هادو ما كرروا حتى سنة، لأنه سنوات الإعدادي 3، كاين الأولى والثانية والثالثة. ثم التلاميذ اللي قضوا 4 سنوات، إذن كرروا سنة، عددهم 5. والتلاميذ اللي قضوا 5 سنوات، يعني كرروا مرتين، عددهم 3. نشوفوا الآن الحصيص المتراكم. الحصيص المتراكم، إذا هنا عندنا 12. يلا ماذا سنكتب في الخانة الموالية؟ نعم 17، 12 زائد 5 أي 17، ثم 17 زائد 3 أي 20. واضح؟ وهكذا ملأنا جدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة. الآن نمشي للسؤال الموالي. لنحسب التردد الموافق لقيمة الميزة 4. لنحسب التردد الموافق لقيمة الميزة 4. ليكن أ مثلا هو هذا التردد، رمزنا ليه بالحرف أ. إذن لكي نحسب أ ما العمل؟ هنا غادي نرجعو للتعريف ديال التردد. التردد الموافق لقيمة الميزة 4 يساوي الحصيص الموافق لقيمة هذه الميزة اللي هو العدد 5، ها هو، على الحصيص الإجمالي اللي هو العدد 20. متفقين؟ أو نكتبو يساوي 5 على 20. ولا اختزلناها غتعطينا 1 على 4. طبقين. وإذا أردنا نسبة مئوية، 1 على 4 راه 0.25، أي 25 على 100 إذا شئنا أن تكون نسبة مئوية. إذا 25% من التلاميذ قضوا 4 سنوات بالإعدادي، قضوا 4 سنوات بالإعدادي. أي كرروا سنة واحدة، يعني الربع التلاميذ ديال المؤسسة أو ديال القيمة أو اللي كان عددهم 20. أعتذر، ربع التلاميذ اللي ذكرنا في المعطيات اللي عددهم 20، ربعهم قضوا 4 سنوات بالإعدادي،
واخا ماشي هذا هو السؤال اللي مطلوب منا، حنا فقط طلب منا التردد. التردد هو 1/4 صافي وانتهى. يلا نمشيو للسؤال الموالي، لنحسب النسبة المئوية للتلاميذ الذين قضوا 4 سنوات أو أكثر في الإعدادي. يلا ما العمل للحصول على هذه النسبة؟ سنحسب عدد هؤلاء التلاميذ على الحصيص الإجمالي، على مجموع التلاميذ. يلا كم عدد التلاميذ الذين قضوا 4 سنوات فأكثر في الإعدادي؟ نعم كاين عندنا العدد 5 وكاين عندنا العدد 3. كاين تلاميذ اللي قضوا 4 سنوات وكاين تلاميذ اللي قضوا 5 سنوات، عددهم 8. إذا 5 + 3 تساوي 8. إذا غادي نقسموا 8 على مجموع التلاميذ الذين شملهم الإحصاء، أي 20 تلميذا. إذا 5 + 3 أي 8 على 20 تساوي، غنختزلوا ب2 عمدا باش نحصلوا على النسبة المئوية بسهولة، غتعطينا 4/10 التي تساوي 40/100. يلا ما هي هذه النسبة؟ فعلا 40% أو في المئة من التلاميذ الذين قضوا 4 سنوات أو أكثر، بالإعدادي. نشوفوا السؤال الذي يليه. لنحسب M المعدل الحسابي. يلا كم تساوي M؟ فينا M يساوي مجموع جداءات قيم الميزة والحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي، أي 3 × 12 + 4 × 5 + 5 × 3 الكل على الحصيص الإجمالي اللي هو 20. أي M تساوي 71/20، والنتيجة النهائية هي 3.55. وهكذا حصلنا على المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.